حدا منكم بيتمسخر علي والله بقوصها. بعدين بتعرفوا مين الرجال ومين المرأة. ايه ما إنا شيء أخذ روقي. شكلك ما رح تزد حلقك. بلا لعي يا شباب، فوتوا واطلعوا يلا. حملوا كل شيء لعمران وانتوا ارتاحوا. الله يهدك يا رجال، لك ما حافظت على اخوك. انت اللي قتلته، الله يهدك. حرقت لي قلبي. حرقت لي قلبي. اخ دخيلكم. عيب عليك يا مرة، فوتي هلا فوتي. انا ما فيت عليك. يلا امشي. ابعد يا اخي ابعد. قلبي محترق. ابعد. اعطينا الاوراق عند مرتي. لك ابعد عني، اتركني. متضايق هلا ومو قدران احكي مع حدا. بدي شاشة ثيابي هلا. هلا وقت اوراق وقت بطيخ. اتركني بامي. بعده علي. بعده خلص يا حاجتي تحكي. فوتي والله، فوتي والله قطعتيني قلبي. فوتي. لك خلص يا مرة، حاجة تبكي. فكري بالحليب اللي رح ينقطع عن الولد. لك والله بدي قتلك يا محمود. لك قتلوا اخي وانت عم تحكي عن الحليب. لك الله يخلص عمرك. دخيلك يا ربي، وين صرت انا هلا؟ وين هاي مستشفى يا خانو؟ اي مشفى هاي؟ فات لعندكم اخي عايش وانتو هلا مبودتو. روح من وشي، اصلا ما ابتلي فيه. ليش الغلط؟ قول اه. مفكر حالك بتفهم اذا لبست هاي البدله؟ انقلع من وشي، ما بدي اشوف حدا. وينك يا اخي؟ قتلوك. قولي الشرطه. معلم ميماتي عمران. هلا مو وقت التعارف. أنا آسف معلم مراد، بس كان عندي شوية حكي لميماتي حطيتهن على الرف، بعدين بنحكي بالموضوع. وأنت ليش واقف هون؟ روح جيب كرسي للمعلم. مو شايفه مجروح وتعبان؟ لا تخاف، ما رح يصير لي شيء. ليش؟ حدا قرا عليكي؟ ما عم بفهم شو عم تقول. وانا عم بقول هيك. هذا بسموه صراع الاجيال، صراع بيني وبينك. اسرار عيلتي كلها موجوده هون. وهون مكتوب مين قتل بابا وماما. هالعلبه بتشبه الطبول تبع افريقيا. هلا البارون الكبير كتب هون قبل ما يموت انهم رح يقتلوني. اسف ما اقتنعت. نظام الدين بده هالشي. خلينا نشوف شو في جواتها. منفتحها وبيطلعوا القتلة. هاي ما بتنفتح هيك. لكان منطبشها بالأرض بيطلع اللي بقلبها. انت ما عم تفهمني يا بنتي. بس يجي صاحب هاي الأمانة تحكوا مع بعض، لأنكم من جيل واحد تتفاهموا، وأكيد الله رح يهون. لا
ليش عوصت الشرطة علينا؟ لو كانوا شرطة ما كانوا عوصوا علينا. حاج تحكي ويلا الحقيقة. علقنا. شو جنيت يا زلمي؟ طبعا جنيت. اي شهر نحنا؟ كانون الاول؟ شو صار قبل سنتين؟ صار زلزال. نسينا هالشي بسرعة. فجروا بنك HSBC باسطنبول. مين فجروا؟ فجروا القنصلية الانجليزية. ومات القنصل الانجليزي. مين قتلوا؟ انفجر المحفل اليهودي. مين فجروا؟ الارهابيين. مين الارهابيين؟ وين هن؟ شو ارتباطاتهم؟ ومن وين بيجيبوا المصاري؟ شو يا ابني انت عم تحقق معي؟ اذا ما جاوبتني على هالشي فمو من حقك توقفني. تمام حبيبي تمام، جبناك على المحل الخطأ. معاملة المجانين لما ما بيحسنوا يجاوبوا. خلينا نقول هالشي من سنتين. بلا، رح احكي لك بعد سنتين. عام 2007 رح ينتخبوا رئيس جمهورية. لمين رح تصوت؟ شو صوت؟ المجلس هو اللي بينتخب رئيس الجمهورية. وشلون بتعرف؟ يمكن كان رح ينتخب. شو بدك ترشح حالك؟ بنتخبك إذا رشحت حالك. ظروفي ما بتسمح. جنوني بسيط بس كبير. وشو الفرق؟ إذا انتخبوا المجلس أو انتخبوا الشعب نفس الشيء. مو نفس الشيء. لو كنا جوات سيارة، الدركسيون إلك والبنزين عندي والفرامل عند مراد. وين رح تتوجه السيارة؟ مين بيقرر هالشيء؟ لوين رح تتوجه؟ وين رح تتوجه؟ دواليب بتدور على الفاضي. الله يخلي لنا الشرطة اللي بتساعدنا. فعلا الشرطة بخدمة الشعب. لك شوفوا ما تركوني لحالي. رح يوصلوا معي على سيارة الإسعاف. اهدي يا أختي، لا تلمي الناس علينا. يا حبيبي الله يخليك يا رب لأمك. يا رب كل الناس مثلكم. عمران خيرك يسلم إيديك. فيك تساعدني دغيلك مشان تعرف مين القاتل. اطلع معنا. انا بلحقكم سيارة الشرطة. عمران من وين هالمواهب؟ خرجت مثل دبلاج. كله مشانك يا معلم. برافو عليك يا سبعي. بقدر اتكل عليكم. تحملي شوي اختي، ما بصير تشربي مي هلا. انا عطشان كتير. مراد هون يا رهف، دخل على غرفة العمليات، اجا مشان يشوفك وهلا هو هون. عصب المعلم. إلى كل الدوريات، الساعد الأيمن لمراد المدعو ميماتي قد سلب سيارة شرطة وبدلة شرطة وذهب إلى المشفى المعلوم. رقم السيارة المسلوبة A 724 243. علم. تمام.
مراد كيف رح يلاقينا هنيك؟ هو علينا قال السيد مراد انه نروح لهنيك اذا صار شي معنا. وشو رح يصير؟ يعني اذا صار شي مو بالحسبان. ما رح يتوقع انك تمد ايدك على اماني. شو بيقصد بكلامه اذا صار شي؟ واذا صار له شي يعني اذا قبضوا عليه؟ يا بنتي هاد راس تعب كتير حاجبه. لو كان بيشتغل مثل العالم كنت كفيت الابتدائية. اخ مخي عم يجعني. يعني هلأ مراد بخطر وانت عم تاكل لحمة هون؟ ايه والله معك حق، بس بيضل الاكل احسن من هاللبكة اللي انت فيها. هلأ انا خايفة كتير. انت ما جربت هالاحساس؟ واذا صار شي لمراد؟ طولي بالك، خليني احكي لك هالقصة وبعد قرري على مهلك. عن رواية هل نأكل اللحم ام نبكي سويها. بزمان وام طبخت طنجرة برغل، قعدوا ولادها الاثنين ياكلوا بهالبرغل اللي طبخته أم. وبينما عم تكمل صب الأكل بالصحون صار معها نوبة قلبية وقعت وماتت بأرضها رحمة الله عليها. طلعوا هالأخين ببعض واحتاروا بين جنازة أمهم والطبخة اللي كتير طيبة. قام سأل الأخ الصغير أخوه الكبير، قال له لك ماتت أمنا وبقيت الطبخة الطيبة، شو بدنا نعمل؟ فكر الأخ الكبير وقال يلي صار صار، ماتت أمنا رح نبكي بكل الأحوال، خلينا ناكل طبخة البرغل ونبكي نحن شبعانين. هالشي ما بيضحك. قصدي أنا تخليت عن البرغل وعن اللحم يا بنتي، بترجاكي لا تخلي أمي تبكي. خال ما قلت لي وين بدنا نروح، على اليمين ولا على اليسار؟ امشي دغري دغري على الطلوع يا فهيم. الشرطة كشفوا السيارات، لازم نلاقي غيرهم. السيارات واقفة هنيك. بدلوا محلاتكم معلم. اسمعوا كلامي، الدولة قدامه والشعب ورا. شو بدنا نساوي هون؟ رح نستنى.
أي ساعة قبضوا عليه؟ ما بعرف، قبل ما تطلع رهف من العملية. طيب ما عرفت لي على أي مخبر أخدوه؟ لا ما بعرف، بس بتقدري تطالع حكمات؟ رح طالعه إذا مو حاكي طالع نازل. ما بظن إنه حيصير شيء إذا ما حكى عن مراد. ما رح يقدروا يمسكوا مراد. كانت رهف تحت تأثير المخدر وقت الإجا؟ ما شافته رهف. إمتى بيشتغل المعلم مراد بالاحتياط؟ السؤال الثاني، إمتى المعلم مراد لقى خاله؟ السؤال الثالث، مين هو الغوريلا اللي ورا الخال؟ لما بتذكر الدولة بتشوف الشرطة بوشك وبعدها بتبلش الضغوط. قديش راتب الرجال وشو تعليمه؟ تعويضه قديش؟ ما معه مصاري يصلح اغراضه. الشرطة ستقبض على السارقين والمختلسين ورح تلاحق المتسولين بالليل، وبده يلحق الباص الصبح على الدوام، وبده يلحق المباريات ويلحق ويلحق. كل مسكين ماله حدا عملوا شرطي. هذا قدرون الله يعينون. حكمت شو عم تساوي هون؟ عطي كل واحد نصيبه جنان. شو عن النيابة العامة؟ للمشفى. كيف رهف؟ طلعت من العملية. حقك عراسي، تعبتك معي. مراد مين بيعرف انه نحن اخوة؟ ما في حدا بيعرف. ورهف؟ ما بتعرف. ما حكيتوا عن شيء؟ لما شفتها كانت تحت العملية زعلت كتير على رهف. رهف بتحبك كتير. ومين قالك انه ما بحبها؟ سامحني، أنا اللي لازم خفف عنها. لو تعرف كيف هي مشاعري. شفت كتير بهالفترة، بس لقيت الشيء اللي تمنيته كل حياتي. لقيتك أنت أخي، ولما خسرت كل شيء بهالدنيا جيت انت وكنت حققت لك بإيدي. خلاص انسي الموضوع. قليلي شو حكيتي انت والبروفيسور؟ شرح لي كتير عن الكريبتكس. هنن كمان بيعرفوا عنا اشياء كتيرة. هنن بيعرفوا على كل حال، بس ما بيعرفوا المعلومات اللي فيها يا صفية. وبس يعرفوا رح نموت كلياتنا.
حجزهم الدين سوا مراد على مدار بارونا وبعدها فتح حرب على المافيا. ليش؟ نظام الدين أنقذ صفية. ليش؟ لأنهم مفكرين اللي عم يدوروا عليه موجود مع صفية. تفضل. طمني كيفك يا مراد؟ أنا منيح شكرا. خير خير، الروح بتمرق من الحلق كمان. كمل أكلك. جبت لك زبيب أسود بيقوي الدم، كول وتهنى. قصدك إذا نزفت شوي ما عاد انفع؟ عيب، أعوذ بالله. مراد الحبيب أنت غالي على قلبي، ما عندهم ولا فرصة. يعني فتحتوا الأمانة وعرفتوا؟ لا ما قصدي هيك، الله بيعرف شو قصدي. هاي أمانة وأنا بعرف شو بتعني لك الأمانة. أصبح حكت لك البنت الشقرة شو صار معنا بغيابك؟ إيه حكت لي. بتعرف ما عاد معي سيارة، رح أطلع بالباص. أنا أجيت لأسأل عن الكريبتون، ما قدمتني على هالسؤال. أنا رايح الكريبتكس. إيه شو ما كان يكون، قلبي قد الكف، والبنت الشقرة بتقول إنه كل تركيا جواتها. طلعت جواتها، لا شفت أمي المرحومة ولا أي عمل لإلي. ماشي خالو، رح نفتح العلبة ونشوف شو في جواتها. راسي عم يجعني مرة تانية. هاي البنت الشقرة، قلت لها يا بنتي هاي مو كلمة عابرة لأنها هي أختك الحقيقية. أنت وهي بتوجعولي راسي يا أخي. رح خبرك يا خالو، رح خبرك. هلا انت عم تقلي انه انا ما بفهم. وغيره؟ بعد هداك اليوم اللي قلت لي فيه صرت تابع نظام الدين كل يوم، ما عم يروح على أي مكان مكنكن، لا فوتة ولا طلعة، وما عم يقعد بأي محل ولا عم يشوف رفقاته. صفر معلم. من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. مزبوط معلم. ما بيعمل شي شغلة غريبة؟ يعني شغلة ما بتليق فيه وما لازم يعملها. صاير مريض صرامي. كيف يعني؟ حدا بيروح على صالونات البوياجية إلا فرزات ونظام الدين، كل أسبوع بيروحوا لهنيك، وإذا فات ما بيطلع، بيروح يومين ورا بعض. وأنا ما فهمت ليش. ليش بيروح يومين ورا بعضهم؟ ما بيرجع لخمستاشر يوم، وبعدين بيروح بالليل والصبح على طول؟ حسب ما كنت شوف على طول معلم. مين بيكون في غيره بالمحل؟ ما بعرف حدا هنيك، بس هو بعرفه. ومرة رحت لهنيك ولمعت صباطي، الموظفين هنيك صموا بكم، مكان عجيب.
ما فهمت أي شيء وطلعت يا معلم. وين عنوان هالمحل؟ فينا نحكي كلمتين معلم؟ على انفراد؟ ايه ماشي فوت. بدك تحكي مشان عبد الحي؟ صحيح معلم. انا تأثرت كتير. نزل دم كتير لعبد الحي، بس انت اللي تأثرت. ليش خبيته عني معلم؟ هيك كانت الضرورة مماتي معلم. اذا كنت ما بتثق فيي لهالدرجة بقتل حالي. لو كنت ما بثق فيك يا مماتي ما خبيت عنك، كنت قتلتك بإيدي. بس الانسان بتخطر بباله شغلات كتير معلم. مثل شو؟ وانت بتشتغل لصالح الدولة؟ حكينا بهالموضوع كتير. لا لسه ما حكينا. بنحكي بعدين مماتي. خلينا نحكي هلا. طيب بنحكي هلا، بس بدي احكي قدام الكل، وبدي خبر الكل بكل شيء عشان ما حدا يقول لي ما خبرتني. ما عاد عندي شيء لخبيه، وأساساً ما عاد فيني خبي شيء. اجمع الكل تحت، بدي أحكي. إمتى بدنا نبلش خطة الهجوم معلم؟ هلا المعلم بده يخبرنا. إلي رجاء يا ريت تسمعوني كلكن. إذا بلش المعلم مراد يحكي مع حدا فينا بأساوي فكونوا حذرين. نحن وصغار كنا نروح ندخن بالمخفي بعيد عن أهالينا، ونروح على القهاوي، وأكيد بالمدرسة كل واحد فينا إلا ما فات على غرفة الموجه. ولما يفوت على هي الغرفة معناتها سلوك هذا الشخص سيء. خليني سميها دعوة للإصلاح. فبدي كل واحد منكم يسمعني منيح، منيح كتير كمان، وما يعمل ردة فعل. عبد الحي، بالمناسبة أنت ناقصك تربية وطنية. خلاص عمران، أنا رأيي ما لازم. محمود أنت لا تتدخل، قوم شوف البراد إذا فيه تلج. هلأ وقت شرب الويسكي يا عمران؟ هلأ وقته، بس أنا تبت توبة ما بعد توبة. لا، الموضوع بيتعلق فيني. لا يا أختي خليكي أنت على جنب، لأنه نحن رجال ما بنحكي بمواضيع بتخص النسوان علناً. لا يا ابني، سألنا مراد على مدار عن شيء وهو رح يجاوبنا. لا تشوشوا عقلي بهالحكي الفاضي. ها سجلت كل شيء بدي اسأله، لا تشوشوني. هدوا يا جماعة، في شغلات ما بيمزح فيها. استنوا لنشوف شو بده يحكي. تفضل. قال طلبتوني معلم. أنا لازم أطلع من هون. جيب لي سيارة بعيدة عن الشبهات وشوفير محل ثقة. ليش صار شي معلم؟ ساوي اللي بقلك عليه. معناها رح نطالعكن من هون بأسرع ما يمكن، لأنه إذا ضليتوا للنهار بجوز يشوفكن المدعي العام. رفعت، انت لازم تطالعني من هون مثل ما فوتتني. ما بدي نقاش، تحرك.
اسمعوا منيح شو بدي قلكن، اسمعوني للنهاية ولا تقطعوني. كل الكلام يلي بدي أقوله هلأ صحيح حتى ولو كان صعب التصديق، وأقسم لكم بشرفي أنا انولدت باسم أيمن قرخان لي، وبعد خلاف محمد قرخان لي مع الدولة انخطفت. وتربيت بدار الأيتام يلي خطفني هو أصلان أقبي. بعد 4 سنين وداني لبابا عمر وماما نازك ليربوني. وكل هاي الفترة كان اسمي علي. أبدا ما كانت صدفة إنه أصلان أقبي يدير مكتبي بحارتنا، كان يهتم فيني كتير، وقدر بهاي الطريقة يكون صديق أسرتنا. أصلان أقبي قدر يقنعني إنه روح على أنقرة وأدرس العلوم السياسية وأدخل لمنظمة الاستخبارات المعروفة بمنظومة التشكيلات المخصوصة KGT. وأنا قبلت أعمل هالشي مشان وطني ودولتي، حتى ولو كان يلي وجهني مو أبي، ومشيت بهالطريق بكل رضا. قمت بعمليات كتيرة بكل البلاد اللي فيها مشاكل، وما كان حدا يعرف بهالشي حتى أهلي ورفقاتي. الوحيد يلي بيعرف هو أصلان أقبي، كان كل شي يتم بالتنسيق معه. ولما طلب مني أصلان إنه أرجع على اسطنبول عطاني أصعب مهمة، غير لي ملامح وشي ودخلني على المافيا، وفتت على المنظمة الخفية يلي زعيمها محمد قرخان لي، وكان اسمها العملية وادي الذئاب. كانت أيام عصيبة، ولما كان أبي وأمي والمرة اللي بحبها عم يبكوا على موتي، كنت عم فوت بالمافيا بصفتي ابن أخت الخال مروان. وكان أهم أسباب قبولي لهالمهمة هو معرفتي بأنه ولا حدا من الناس اللي بحبهم حينأذى بسببي. هيك قدري. وبعد هيك بلشت انعرف باسم مراد علمدار. انا بهالعملية اللي دخلت باسم مراد شفت عالم مختلف تماما عن اللي وصفوا لي اياه. ويوم بعد يوم اكتشفت بانه الوطن والشعب هن بخطر اكبر بكتير مما بتخيل. وبيوم من الأيام طلبني محمد قرخالي ليوقفني عن تحدي، وبنفس اليوم انطلبت من قبل طرف تابع للدولة بعد ما مات أصلان أقبي، وتعرفت على شغلات ما كنت بعرفها بالنظام يلي كنت مفكر حالي بعرفه منيح، مثل إنه يلي خطفني هو أصلان أقبي ورباني لحتى حارب ضد أبي. وبنفس اليوم تعرفت على شخصية عبد الحي، وعرفت إنه موظف للدولة حطوا أصلان بجنبي مشان يحميني.
وبدون شك أكيد لعبد الحي قصة بتشبه قصتي. بس يا حذركم، مين بيعرف هالقصة اللي حكيت لكم إياها؟ دوغان أشرف أوغلي، واللي مات قبل كم شهر بشكل مجهول. وما في حدا تاني بيعرف تفاصيل هالقصة غير الناس يلي قاعدين هون والقوى يلي عم تسعى لتتخلص منك كلياتنا. أنا بهالحياة يلي دخلت باسم مراد، وبالقضية يلي دفعت حياتي ثمنها باسم علي، وصلت لمفترق طرق باسم مراد علمدار، وبهالمفترق الطرق وصلت لمنصب البارون. ومثل ما طلبت مني الدولة فتت النظام وأسقطته وأنهيت مهمتي. ووفيت بديني للدولة. وهلأ قدامي طريقين. الأول إني خبر الدولة بكل شيء، وهي النهاية. والتاني إني ضل حارب حتى آخر نفس ضد كل اللي وقعونا بهالمشاكل. إذا اخترت الطريق الأول بكون عم اتنازل، وبكون عم خون الوطن يلي ضحيت بحالي من شانه. وإذا اخترت الطريق الثاني، ما بعود عم اشتغل لصالح الدولة. هلأ اللي بيشتغل لصالح الدولة معرض لأنه يموت بأي لحظة، وأنا واحد بده يدافع عن شعبه ويموت من شانه، وما رح موت غير بسبيله. وكل هالقوة اللي استمديتها بهالحرب لهاللحظة منكن ومن الناس اللي بحبن، وهلأ بعد كل اللي خبرتكن إياه إلكن الحرية بإنه توقفوا جنبي ولا لا. هاي المعركة معركتي، وكل واحد بده يوقف بجنبي لازم يعرف منيح إنه بده يموت بسبيل الوطن. هلأ ممكن حدا يشوف المعركة مو معركته، واللي هيك رأيه بسامحه من كل قلبي. والشي الأخير يلي بدي إلكن إياه، إنه مثل ما كنت أطلب منكن حياتكن دائما، حياتي هلأ تحت تصرفكن.
هذا المسدس فاضي. انت فضيت كل الطلقات براسنا كلنا. يا اما بعوصك يا بعوص حالي، يا اما نحن اثنين سوا. حكيت كل شي بخصك إلك، بس شو عنا نحن؟ سألني ماتي. معلم، انت حبيتنا شي ولا استغليتنا؟ ما في داعي له. هاي السيارة نظيفة؟ نظيفة، كانت سيارة المدعي العام. منيح. شكرا رفعت. العفو يا معلم، بدنا خدمة حرس. ماشي ماشي، دعي لي يا رفعت. ميسرة يا معلم. حبيتكن كتير يا ميماتي، حبيتكن كتير كلياتكن. وإذا عم تسأل عن الاستغلال، برأيك أنا مين بحتاج من اللي هون؟ لما كنت بدك تنتحر بالمقبرة ركضت لعندك مشان استغلك ولا لأني بحبك إلك؟ وأنا بدي جواب لهالشي معلم. ميماتي، شاكر مات وانت كمان كنت رح تموت، ليش بدي استغلك؟ ليكونوا قتلوا شاكر بسببك. لو ما كنت موجود كانوا بدهم يخلوك انت تقتله. ميماتي، انت ما عم تفهم، هاي لعبة خفية كتير، وفي رجال بتحرك الوراق مثل ما بدها. ما في شيء اسمه مافيا، ولو ما بحبكن لتخليت عنكن، وما كان رح يبقى لكن أثر بهالوجود بنوب، بس اللي موجود هو انتو. لو ما كنت أنا بحبكن كنت ما كفيت بهاللعبة، كنت انسحبت باللحظة يلي تعبت فيها. ماشي يا مراد الحبيب، هالشباب الطيبة كلهم مناح، وأكيد إنهم بيحبوك وانت كمان بتحبهم، وصرتوا عيلة واحدة. بس أنا مجرد مهرب مخدرات. كأنكم خطفتوني من السجن مشان تحطوني محل خسروف آغا، وبعد ما أخذتوا اللي بدكن إياه لا قتلتوني ولا تخلصتوا مني. أنا كمان بعرف شوي عن تصرفات الدولة، اللي صار معك لسه ما شفته. لازم تعرفوا كلياتكم شغلة مهمة، مو وظيفتي إنه وقعك يا خال، أو إني أصلح مماتي، أو أفضح عمران، أو أعتني بعبد الحي. مهمتي هي إني إنهي لعبة كبيرة. أما أنت يا خال فأنا مالي الرب، أنت رح تنال جزائك على اللي عملته. إذا ما كان بهالحياة رح يكون بالآخرة، بس لأني بحبك بعدتك عن هالشغل، بس لأني بحبك ما رح خليك ترجع له، وهيك عملت اللي علي. ميماتي، إذا لسه في شي بمخك طلعه، إذا في شي براسك ما قلته قوله،
اللي بيجنني هو انه حدا يستغلني. اي استغلال مماتي؟ مين اللي استغلك؟ قد ايه صرنا بهالطريق؟ انت شفت كل اللي قتلناهم ودفناهم. انا ليش عملت هالشي؟ مشان المصاري؟ مشان النسوان؟ مشان الشهرة؟ ولا مشان المنصب؟ يلا احكي مماتي. انت قلت انه هاي مهمتك. هلا حب الوطن صار مهمة؟ انت ما بتحب وطنك مماتي؟ طبعا بحبه. وانا بحبه كمان بس بشكل تاني. بحبه لدرجة نتخلى عن حالنا، عن رفقاتنا، عن اهلنا، عن اخواتنا ونموت بسبيله. هلا اللي بيحبي هالطريقة ممكن يخون يا مماتي. سؤال براسي. إذا تراجعت عن كلمة من اللي قلتون وأنتوا ما وقفتوا بوشي ما رح سامحكن بنوب. سمعت؟ ما رح سامحكن بنوب. توعدني مماتي؟ إيه بوعدك معلم. توعدني عبد الحي؟ بوعدك معلم. وأنا بوعدك. بوعدك معلم. وأنا بوعدك. والخال؟ ما ضل عندي شي لأقوله. شو بقدر أقول غير هيك؟ أنا بوعدك يا مراد، بوعدك. وهلأ أجا دور أختي. هي الوحيدة اللي خدتها من بيناتكم، وهلأ رح أعطيها حقها.